يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ وارتقي ورتل، كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنار العقول بنور القرآن وأزال عنها غشاها، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد الذي جاءنا بالقرآن كالشمس في ضحاها، وبسنة كالقمر إذا تلاها، فمن سار على هديه واهتدى بهداه سار في نور النهار إذا جلاها، ومن أعرض عن هديه وتمادى في غيه تاه في ظلام الليل إذا يغشاها. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. مشاهدين الكرام، متتبعي قناة الزيتونة، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذه الأيام المباركات العشر الأواخر من شهر الصيام والقيام، شهر العتق من النيران. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. نلتقي معكم في هذه الأيام المباركات على أعظم شيء، ألا وهو تعليم القرآن الكريم في شهر القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، واجعلنا في ختام شهرنا هذا من الفائزين. اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأحبابنا من النيران. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو رحيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. نكثر من هذا الدعاء الذي أمرنا به المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما سألته السيدة عائشة عن ماذا يقول المسلم إن أدرك ليلة القدر، فقال لها: قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من المقبولين، وأن يبارك لنا في الأوقات، وأن يجعل طاعتنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وإحساننا إلى الفقراء والمساكين. فهو شهر الرحمة، شهر الإحسان للفقراء والمساكين. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فلو نلاحظ أن الله تبارك وتعالى حينما بدأ الآية بقوله إن الذين يتلون كتاب الله، وثنى وأقاموا الصلاة، وثلث وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، وهذه الأشياء الثلاثة لا بد للإنسان أنه يستثمر ما تبقى من رمضان في هذه الأيام المباركات من الإكثار من تلاوة القرآن والمحافظة على الصلوات المفروضة في جماعة، ثم أن يتصدق
على الفقراء والمساكين، فالجائزة تكون من الله سبحانه وتعالى حينئذ. نعم، قال ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. والزيادة في الآية هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، فهنيئاً لمن تلا القرآن وحافظ على الصلوات المفروضة في جماعة وأنفق مما أعطاه الله من المال، لأن هذا المال هو مال الله، هو مال الله تبارك وتعالى. قال تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فأنت مستخلف في هذا المال، والله سبحانه وتعالى سوف يعني يحاسبنا عن هذا المال، من أين اكتسبناه وفيما أنفقناه. فأوصي نفسي وإخواني بالتصدق في هذه الأيام المتبقية من شهر الصيام من الإنفاق على الفقراء والمساكين. اللهم تقبل منا طاعتنا يا رب العالمين، اللهم تقبل منا يا حنان يا منان. إن شاء الله تعالى في هذه الحصة كما عودناكم نأخذ سورة من سور القرآن الكريم، وبعد القراءة إن شاء الله تعالى نسعد باتصالاتكم على الرقم الذي يظهر على الشاشة إن شاء الله تعالى. فإن شاء الله نقرأ على مسامعكم في هذه الحصة إن شاء الله سورة، نعم، سورة الأعلى، سورة الأعلى في هذه الحصة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. مشاهدين الكرام، هذه التلاوة قد كانت برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني، اللهم تقبلها منا واجعلها خالصة لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. دائما وأبدا نقول: ما أسعد الإنسان حينما يكون قريبا من ربه تبارك وتعالى في هذا الشهر وفي غيره، يتلو القرآن، يناجي خالقه
بالقرآن الكريم وبالصلاة، يختلي بربه، يتضرع إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أطلب قلبك في ثلاث مواطن، يعني استحضر يعني قلبك في ثلاثة أشياء. قال: عند سماع القرآن، الإنسان حينما يسمع القرآن الكريم يتلى كيف يكون حال قلبه؟ قال: استحضر قلبك في ثلاث مواطن، عند سماع القرآن وفي مجالس الذكر وفي خلوتك. هذه الأشياء الثلاثة لابد للإنسان أن يعيش فيها مع الله سبحانه وتعالى. ثم قال: فإن لم تجد قلبك في هذه المواطن الثلاث فاسأل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. فالإنسان يستحضر هذه المعاني وهو يستمع إلى القرآن الكريم، يستمع إلى القرآن ويتدبر القرآن الكريم، يلين القلب متاعه عند سماع الذكر، وفي خلوته حينما يرى في نفسه أنه لا يراه أحد بل يراه الواحد الأحد. فالإنسان لابد عليه أن يعيش هذه المعاني. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم في الأوقات، وأن ييسر لنا ولكم حفظ القرآن الكريم. اللهم يسر لنا حفظ القرآن الكريم، واجعلنا من المتدبرين له القائمين عند حدوده يا أرحم الراحمين. في انتظار المكالمات نستخرج معا يعني بعض أحكام التجويد من هذه السورة المباركة، سورة الأعلى. قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. أول شيء، الإنسان لابد أن يهتم وأن يعني يضبط الحركات الثلاثة من كسر وفتح وضم. لابد عليه أن يقول: سبح اسم ربك الأعلى، تكون الحركات الفتح والكسر والضم متساوية. نعم، سبح اسم ربك الأعلى، هكذا. هل معنى مكالمة؟ طيب، إذا كان عندنا مكالمات فمرحبا بهم. سبح اسم ربك الأعلى، تفخيم الراء لأنها متحركة بالفتح. كلمة الأعلى هنا مد طبيعي، ما نزيدوش في طول المد، لا نقول الأعلى كما نسمع من بعض المبتدئين أو من بعض الإخوة. المد الطبيعي سمي بهذا الاسم، قال: لأن صاحب الطبيعة السليمة لا يزيد في طوله ولا ينقص في مقداره. هكذا تكون سبح اسم ربك الأعلى، هكذا. الذي خلق فسوى، الذي هذا الاسم الموصول لابد من بيان كسرة الذال، الذي خاء من الكسر إلى تفخيم الخاء إلى بيان ويعني بيان الفتح، والفتح دائما وأبدا نقول فتح الفم في الحروف المفتوحة فتح وسط لا مبالغة في ذلك. فنقول الذي خلق فسوى، خاء مفخمة لأنها من حروف خص ضغط قض، وهي الحروف السبعة المفخمة، لا بد من تفخيم الخاء. خلق، إذن عندي حرف اللام بين حرفين مفخمين، فالخاء مفخمة واللام مرققة، وبعد حرف اللام يأتي حرف القاف وهو أيضا من حروف الاستعلاء. أذكر بحروف الاستعلاء هي سبعة: خص اثنين، ضغط نعم ثلاثة، قض حرفين. نعم، أم آدم مرحبا بها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. معنا آدم، أليس كذلك؟ نعم. مرحبا بك يا آدم. وبيك سيدي علي. ما شاء الله، لا ولدي، ربي يفتح عليك يا حبيبي الغالي. الله يفتح عليك، في خير ونعمة.
وانت لاباس وانت لاباس يا ادم ما شاء الله نعم السماء تزرع على طول نعم ربي يجعل السماء تزرع على طول امين يا ربي ما شاء الله ربي يفتح عليك ربي يحفظك بالقران الكريم يا رب نحبك في الليل الله يبارك لك ما شاء الله وانا زاد نحبك برشا ربي يفتح عليك يا ادم مرحبا بك يا حبيبي هيا تقرا لنا سوره الاعلى يا ادم حاضر هيا حبيبي تفضل ما شاء الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء أحوى فنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى فننشرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى يذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى قلم لنا العظيم ما شاء الله لولدي تلاوتك طيبة ومخارج الحروف والصفات الحروف كلها سليمة يسر الله لك حفظ القرآن وجعلك من أهل القرآن يا آدم ما شاء الله لولدي أحسنت يا حبيبي شكرا مرحبا بها يا أهلا وسهلا وعليكم السلام أم آدم مرحبا الله يبارك فيك ربي يتقبل طاعتكم إن شاء الله ربي يحفظك ويبارك لك في آدم يبارك لك أنت عيشك يا سيدي الله يبارك لك مرحبا بك عيشك نقرأ إن شاء الله تفضلي أسمعك إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله مولانا العظيم بارك الله فيك يا أم آدم بارك الله فيكم جميعا من المتابعين الأوفياء الله يبارك لك وربي يسعدك بالقرآن الكريم من المتابعين الأوفياء لهذه الحصص التعليمية والمرء مع من أحب أبشرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه والمرء مع من أحب فمن أحب القرآن فليبشر بالرضوان فليبشر بالسعادة
برضا الرحمن إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك يا أم آدم، شكرا لك. نعم مع طيب. وقوله تعالى والذي قدر فهدى، والذي لاسم الموصول لابد من بيان كسرة الذال، والذي قدر، قدر عندي القاف مفخمة مستعلية وعندي بعدها حرف الدال مرققة، وبعد حرف الدال يأتي حرف الراء متحرك بالفتح لابد من تفخيمه، فالكلمة تقرأ إذن هكذا والذي قدر، قدر والذي قدر فهدى. رد بالنا من عدم تفخيم الفاء، لا نقول فهدى، الصواب فهدى، فهدى، كل الحروف مرققة. من بلغش في فتح الفم في الحروف المفتوحة هكذا فهدى، فهدى. نعم. قوله تعالى والذي أخرج المرعى، والذي أخرج، هذا النوع من أنواع المدود يتسمى مد منفصل لانفصال السبب عن الشرط، والسبب هي الهمزة والشرط الياء. إذن معنا الأخ محمد، السلام عليكم، مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، أهلا وسهلا، كيف حالك؟ بخير الحمد لله والفضل لله. الله يبارك لك، إن شاء الله ديما في صحة وعافية إن شاء الله. آية تفضل مع سورة الأعلى لو تكرمت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. جل جلاله. إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. بارك الله فيك يا أخي محمد، جزاك الله كل خير، تلاوة إن شاء الله طيبة مباركة، جعلها الله في موازين الحسنات، اللهم آمين يا رب العالمين. شكرا لك الأخ محمد من نابل، من المتابعين الأوفياء لهذه الحصة، وهو ما شاء الله أستاذ ويعني محب للقرآن ومقبل على القرآن. نسأل الله جل في علاه أن ينفعه بالقرآن وأن ينفع به، اللهم آمين يا رب العالمين. شكرا. نعم. قوله تعالى والذي أخرج المرعى، قلت هنا مد منفصل لانفصال السبب عن الشرط، الإمام قالون يقرأ في هذا النوع من أنواع المدود بالقصر وهو المقدم أداء، ثم التوسط أربع حركات. والذي أخرج، أخ لابد من تفخيم الخاء، الراء أيضا مفتوحة لابد من، طيب معنا أم، مراد. أم مراد، السلام عليكم، مرحبا، يا أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك، مرحبا بك.
الله يبارك لك وفيك، الله يحفظكم إن شاء الله. مع سورة الأعلى إن شاء الله، تفضلي بالقراءة الاستعاذة والبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. أم مراد، فقط المدود الطبيعية نسويه في المدود تكون الذي، الذي ما نزيدش أكثر من هكذا. أي نعم نعم. أيوة، ما الطبيعي هو اسم حركتين يعني. نعم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. أحسنت. والذي قدر فهدى. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. الرق شوية، حرف الجيم والها معا. الجهر، إنه يعلم الجهر. إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنب. رقي لنا حرف الذال. سيذكر، سيذكر. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. الأشقى، الترقيق في حرف الشين. الأشقى. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. الكبرى، قلقلة الباء. الكبرى. الذي يصلى النار الكبرى. سنتي. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى. ما نقلقلوش حرف الفاء، نقوله قد أفلح. أف أف. قد أفلح من تزكى. سنتي. وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ما شاء الله، تلاوة طيبة متأنية، بارك الله فيك. قعد شوية في بعض الحروف فيها شوية تفخيم مبالغ فيه، لكن إجماليا التلاوة طيبة مباركة. جزاك الله كل خير، واصلي في حفظ كتاب الله، وإن شاء الله ربي يحفظنا جميعا بالقرآن الكريم. آمين يا رب. أحسنتي، شكرا أختي الفاضلة، بارك الله فيك. نعود مع استخراج أحكام التجويد. قوله تعالى فجعله غثاء، هنا مد الصلة، تلاحظون معي حرف الهاء وبعد ثم واو صغيرة موجودة في المصحف، هذا النوع يتسمى مد الصلة، يأتي بين حرفين متحركين، فالهاء متحركة بالضم والغين متحركة بالضم أيضا. إذن هذا النوع من أنواع المدود يتسمى مد الصلة. الإمام قالون يقرأه يعني طبيعي بالحركتين، يعني فجعله غثاء. الخطأ حينما نقول فجعله غثاء، هذا ما ينفعش. فجعله غثاء، كلمة غثاء مد واجب متصل لاتصال السبب بالشرط. السبب الهمزة والألف اجتمعتا الاثنين في نفس الكلمة. معنا أم آدم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يا مرحبا، الله يبارك لك، الله يحفظكم الله إن شاء الله. ما شاء الله عليك وعلى حرصك وعلى اهتمامك بالقرآن الكريم. الله يتقبل طاعتكم ويجعلكم من أهل القرآن يا رب العالمين. أمين يا رب. أمين. آية أم آدم مع سورة الأعلى، تفضلي بالقراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. والذي قدر فهدى. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى.
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله جل جلاله. إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. أم آدم شوية ترقيق في حرف الذال وذكر وذا وذكر 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 اسم ربه فصلى. أحسنتي. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. نعم. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. جعل الله لك بكل حرف قرأتيه في ميزان حسناتك. اللهم آمين. مرحبا به آدم. مرحبا بك يا آدم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لباس يا آدم؟ لباس سيدي. الحمد لله ما شاء الله على ولدي. الحمد لله. مرحبا. أنا اسمي ياسين. نعم. أنا اسمي ياسين. ياسين. ما شاء الله. مرحبا بك يا ياسين. سلمك الله وربي يحفظك إن شاء الله بالقرآن الكريم. أمين. هاي يا ياسين تقرأ لنا سورة الأعلى. هاي تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. ربي يسعدك بالقرآن وربي يحفظك به يا رب العالمين. ما شاء الله عليك يا ياسين. فتح الله لك ونفعك الله بالقرآن أسعدك به وإن شاء الله ربي يبارك فيك ويبارك في من سعى في يعني توجيهك لحفظ القرآن الكريم. فهنيئا لك. هنيئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا. اللهم اجعلنا منهم يا كريم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا. هكذا قال الإمام الشاطبي في حرز الأماني ووجه التهاني رحمه الله تعالى. جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا. بارك الله في من علمنا القرآن الكريم. معنا الأخ خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي خالد السلام عليكم. مرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله. طيب، في انتظاره إن شاء الله تعالى. اللهم يا ربي لك الحمد على نعمة القرآن، ولك الحمد على نعمة الصيام، ولك الحمد على نعمة القرآن. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نعود مع أهم أحكام التجويد. قوله تعالى سنقرئك، لابد من قلقلة القاف لأنها ساكنة من قطب جر، ترقيق الراء متحركة بالكسر، فلا مد طبيعي، تنسى النون خالية من الحركة في المصحف، حكمها الإخفاء مع الغنة. فلا تنسى هكذا تنسى، والمد الطبيعي ننتبهوا له. بارك الله فيكم. طيب، الاسم، مرحبا بها. السلام عليكم الأخت مريم. السلام عليكم. السلام عليكم بنتنا مريم، مرحبا، يا أهلا وسهلا. لباس يا مريم؟ لباس الحمد لله. تفضلي قراءة سورة الأعلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. يا مريم، بنتي مريم، ما تقوليش الأعلى، يولي المد يعني مبالغ فيه. الأعلى طبيعي، الأعلى حركتين. هيا مرة ثانية بنتي. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. حسنت. والذي قدر فهدى. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى. ما شاء الله. إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. ما شاء الله لبنتي مريم، ما شاء الله تلاوتك متأنية حرفا حرفا، ما شاء الله عليك. فقط الكلمات المنتهية ما نبالغوش في طول المد الطبيعي، الأعلى وهكذا، الكلمات هذه ما نبالغوش في طولها، والباقي جيد. ما شاء الله على بنتي تلاوتك طيبة. أنا لما كنت في عمرك ما كنتش نقرأ بالطريقة هذه. ما شاء الله على بنتي، ربي يفتح عليك. بارك الله فيك، بارك الله في من علمك، واصلي في حفظ كتاب الله، وإن شاء الله ربي يحفظنا جميعا بالقرآن الكريم. يعني قراءتها ما شاء الله حرفا حرفا، وهذا هو المطلوب حينما يعني سئل
سئلت أم المؤمنين عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت، فكانت يعني كان يهجيه هجاء، قالت كان يهجيه هجاء لو أعده العاد خلف قراءته لأعد حرفا حرفا. بسم الله الرحمن الرحيم، هكذا يعني رغم صغر السن متاعها، ولكن ما شاء الله على بنتي، ربي يحفظها إن شاء الله، ربي بارك في من علمها وسعى في تحفيظها القرآن الكريم. من علم آية من كتاب الله كان له ثوابها كلما تليت، كان له أجرها وثوابها كلما تليت. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، الخيرية جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في من تعلم وعلم القرآن الكريم، خيركم. وفي يعني لفظ آخر، إن أفضلكم من تعلم القرآن الكريم وعلمه. اللهم اجعلنا منهم يا كريم. معنا مكالمة. طيب طيب، نرجع مع استخراج أحكام التجويد. قوله تعالى إلا ما شاء الله، هنا نسمع من بعض الإخوة أخطاء يقولوا إلا ما شاء الله، خذوها قاعدة، كل لام ألف لابد باش نمدوها حركتين، ما قلوش إلا ما شاء الله، الصواب إلا ما شاء الله، إلا هكذا تقرأ، ما قلوش إلا ما، خاصة المبتدئين، المبتدئين دائما هكذا تكون قراءتهم، حتى بعض الإخوة حتى يقول إلا ما شاء الله. معنا يمنى، السلام عليكم، مرحبا بك يا يمنى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، كيف الحال؟ بخير؟ الحمد لله. الله يسلمك ويحفظك بالقرآن. مع سورة الأعلى، تفضلي بالقراءة الاستعاذة والبسملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. بين لنا اللام في قوله تعالى الجهر، إنه يعلم الجهر، اللام هنا بينها، إنه يعلم الجهر، ساكنة، وضح. إنه يعلم الجهر وما يخفى. حسنت. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. رقي حرف الراء، فذكر مش فذكر، فذكر. فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار. زيد شوي المد الطبيعي يا يمنى، الذي، ثم هنا مد طبيعي، الذي، نعم، الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بارك الله فيك يا يمنى، تلاوة طيبة إن شاء الله، واصلي في حفظ كتاب الله، ربي يحفظك بالقرآن، ربي يسعدك به إن شاء الله تعالى. أبنائنا في هذه الأوقات عندهم أوقات يعني ما شاء الله، الإنسان يستثمر الأوقات متاعهم يعني في تحفيظ القرآن الكريم، في يعني الإنسان لما يكون عنده وقت فراغ ربما يعني يكون هذا الوقت يعني يعود عليه بالمضرة، فالإنسان يغتنم هذه الأوقات في تحفيظ القرآن الكريم، ونشجع أبنائنا وبناتنا على الإقبال على القرآن الكريم في الجمعيات القرآنية بفضل الله عز وجل، موجودة في كل مكان، ثم فرع تابع للرابطة الوطنية للقرآن الكريم، في كل مدينة تلقى جمعية قرآنية، الإنسان يخصص لأبنائه
يعني ساعة في الأسبوع، ساعتين، ثلاث ساعات من هذه الأوقات الكثيرة والكثيرة جدا، حتى إن شاء الله يكون طريقهم صحيح، وربي إن شاء الله يحفظهم بالقرآن ويسعدهم بالقرآن الكريم. اللهم آمين يا رب العالمين. ونيسرك لليسرى فذكر، الراء هنا قبلها كسر رقها، إن نفعت الذكرى، إن نفعت نون وبعدها نون إدغام مع الغنة، إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، هنا نون وبعدها ياء إدغام مع الغنة، من بالغوش في الكلمات المنتهية هكذا، يخفى يخشى كلها مدود طبيعية. نقول إنه يعلم الجهر وما يخفى، يخفى هكذا مد طبيعي ما نزيدوش في طوله. نعم، سيذكر من يخشى. معنا سارة، السلام عليكم، مرحبا بك يا سارة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا سارة بقراءة سورة الأعلى الاستعاذة والبسملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. يا سارة رقي حرف الراء، قولي فذكر، فذكر، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر، نعم، وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله مولانا العظيم. بارك الله فيك يا سارة، أحسنتي، جزاك الله كل خير. قديش تحفظ من كلام ربي يا سارة؟ 11 حفظ. ما شاء الله، واصلي ما شاء الله، تلاوة طيبة من بنزرت؟ ايه ما شاء الله، ولاية بنزرت حافلة بالقرآن الكريم، فيها طاقات، فيها إخوة يعني يجيدون ويضبطون التلاوة، يعني متقنين لكتاب الله عز وجل، يعني ربي إن شاء الله يبارك فيكم ويبارك في سعيكم وفي يعني توجهكم نحو القرآن الكريم. شكرا لك يا سارة، أحسنتي، بارك الله فيك، جزاك الله كل خير. نعم، كما ذكرت ولاية بنزرت ما شاء الله فيها طاقات، فيها الإخوة الأفاضل الشيخ حسام مرزوق والشيخ علي الخماسي وغيرهم، ما شاء الله الشيخ نجم الدين وغيرهم، ما شاء الله شباب القرآن، بارك الله فيهم جميعا، بارك الله في كل يعني من يعلم القرآن الكريم، ويكفيه شرفا أن الله اختصه فقال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، فهذا اصطفاء إلهي لحملة القرآن الكريم، لحفظة القرآن الكريم، بارك الله فيكم جميعا. نعم، طيب نعود مع الأحكام. قوله تعالى ويتجنبها، النون المشددة إبراز الغنة فيها، ويتجنبها الأشقى، الأ ترقيق الهمزة، الأشقى تفخيم القاف مستعلية لابد من تفخيمها، الذي كسرة الذال يا، ما نقولش يصلى يا، لا، يصلى النار الكبرى، الباء الساكنة من قطب جد كما ذكرت، حروف القلقلة خمسة مجموعة في
قطب جد، كل حرف ساكن من هذه الأحرف كانت العرب تقلقله، تقول أب أج أد أط وهكذا. نعم. ثم لا يموت، الميم المشددة الغنة فيها لابد من غنتها. ثم لا يموت، اللام هنا لام ألف نمدوها حركتين، ما نقولش ثم لا يموت، نقول ثم لا يموت فيها، فيها المدود الطبيعية، ولا أيضا مد طبيعي، يحيى هكذا بدون زيادة، ما نقولش يحيى، هذا خطأ للأسف منتشر كثيرا، ردوا بالنا منه. قال قد أفلح من تزكى، قوله تعالى قد، القاف مستعلية فخمها، معنا تسنيم، السلام عليكم، مرحبا بك يا تسنيم. مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لباس يا تسنيم؟ لباس. ما شاء الله لبنتي. آية تقرأ لنا سورة الأعلى؟ آية. تفضلي أسمعك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وينسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. مرة ثانية. سيذكر من يخشى ويتجنبها. نعم. يتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. تزكى الله ولنا عظيم. ما شاء الله لبنتي، ما شاء الله. نعم. ألو، السلام. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لباس. سورة الضحى، يلا أسمعك. سورة الضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خيرا لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما احلاهم صغيراتنا وقت اللي يتنافسوا على القرآن الكريم، ما شاء الله. هذا هو الهدف من هذه البرامج التي يعني تقدمها قناة الزيتونة، بارك الله في كل القائمين عليها. يعني صراحة لما يتنافسوا أبنائنا وبناتنا على القرآن الكريم، على حفظ القرآن الكريم، على القراءة الصحيحة للقرآن الكريم، هذا هو الهدف وهذا هو الغاية من هذه البرامج، إن نشجع أبنائنا وبناتنا على الإقبال على كتاب الله عز وجل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بارك الله فيكم، بارك الله في كل الأولياء، في كل الآباء اللي قاعدين يشجعوا، نعم، اللي قاعدين يشجعوا في أبنائهم على القرآن الكريم. معنا حمزة، السلام عليكم يا حمزة، مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك حبيبي؟ بخير؟ الحمد لله. الله يفتح عليك، الله يبارك لك. أي
سورة الأعلى، تفضل بالقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. يا حمزة شوية ترقيق الراء، قل فذكر 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 إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. بارك الله فيك يا حمزة، أحسنت يا بني، بارك الله فيك وفتح الله لك وجعلك من أهل القرآن وربي يحفظك بالقرآن الكريم. بارك الله في كل السادة المشاهدين على حرصهم وعلى إقبالهم على كتاب الله عز وجل. لا ننسى هذا الدعاء فيما تبقى من رمضان. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو رحيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نلتقي إن شاء الله في حصة قادمة مع كتاب الله عز وجل نتعلم ونتدارس. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها.